بعض وسائل الإعلام تصريح أمين عام ما يسمى بالعصائب المنشقة عن مرجعية محمد الصدر، وقد ذكر بأن أبرز أسباب الخلاف بين التيار الصدري والعصائب هو قيادة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر ومرجعيته الشرعية. وهنا فإني أجيب بالآتي: أولاً، مرجعية التيار الصدري معروفة، لم ولن نتنازل عنها أو نتنكر لها كما فعل الخزعلي. مرجعيتنا كنور الشمس الساطع لا يحجبها غربال وأكاذيب وافتراءات الخزعلي، إنها مرجعية السيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس سره، لم ولن نتخلى عنها. كما سقط البعض في شراك وحبائل الدنيا ومغرياتها. ثانيا، أن السيد الشهيد الصدر قدس سره قد وضع وأسس لقاعدة القيادة، تلك القيادة التي ستقود التيار الصدري وأتباع التيار الصدري، ولم يشترط السيد الشهيد الاجتهاد شرطا لتلك القيادة التي ستقود التيار، كما يحاول أن يضلل الخزعلي البعض بهذه الأقاويل. أن السيد الشهيد الصدر قدس سره قد أوصى بقيادة لا تمثل التقليد، ترتب الحوزة، وهو سماحة السيد القائد مقتدى الصدر دام عزه، حيث قال السيد الشهيد: تقلدون شخص وتأتمرون بأمر شخص، بين قوسين أي قيادة لا تمثل التقليد، شخص وليس أشخاص، كما الآن حال العصائب المنشقين عن طاعة السيد الشهيد الصدر قدس سره وقيادة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر دام عزه. إن الخزعلي يطالب سماحة السيد القائد مقتدى الصدر سليل المرجعية وابن المرجعية وحفيد المرجعية، يطالبه بالمرجعية الشرعية. ها قد قلت لك يا خزعلي إن مرجعيتنا هي سماحة السيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس سره، وأنا الآن أتحداك يا خزعلي أن تعلن عن مرجعيتك الشرعية الجديدة بعد تخليك عن مرجعية السيد الشهيد الصدر وتنكرك لها وغدرك بها. أتحداك يا خزعلي أن تعلن عن مرجعيتك الشرعية الجديدة، ولا أظنك فاعلة، لأن وقتها سيسقط قناعكم أيها العصائب أمام من ضللتموهم وخدعتموهم بحمل اسم السيد الشهيد الصدر قدس سره وعنوانه الذي تتمسحون به، فتأكلون تمره وتعصون أمره وتخدعون الناس باسمه. فإذا كنت تريد مرجعية شرعية فأعلن عن مرجعيتك الشرعية الجديدة أنت، وإذا قبلت التحدي فأعلنت فلا أدري أي مرجعية هذه وأي شرعية تبيح لكم قتل أبناء العراق من الجيش والشرطة والأبرياء من الشعب العراقي. وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أعلن أن أبرز أسباب الخلاف الرئيسي